سجن مجدو، وأنا بعدين بقدر أقول لك إنه صار بالنسبة لي أبو غريب، أبو غريب تبع العراق هو مجدو تبع إسرائيل. دخلت طبعا مكلبش بعد ما سمعت مسبات من الشرطة على الطريق وكذا. دخلنا، أول ما دخلنا استقبلوني 3 4 وقالوا لي اشلح أوعيك. فطبيعة الحال يعني شلحت وأخذوا أوعية. قالوا لي لا بدك تشلح كل إشي يعني عاري. قلت لي أنا يا عمي محامي وأنا كذا، بحاولة إنه أجرب بركي يعني الإهانات أقل إلي كوني محامي ومواطن إسرائيل. قالوا لي بتشلح زيك زي غيرك. فكانت بداية، كانت لحظة مذلة بالحقيقة يعني. أنا وكان قدامي 3 4 شباب من الضفة اللي هن كانوا يتعرضوا لضرب قدامي. اتصورت ودخلنا للسجن مكبلين ايدينا ورا ظهرنا، طبعا مسبات وبزق واهانات، وبالذات لإلي قالوا لي انت محامي انت واحد حيوان. ودخلنا للخلية للغرفة رقم 8. طبعا الغرفة يعني تفتقر لأي ظروف حياتية معقولة، يعني فاضي خالي، فيش اشي فيها غير تخوتي من حديد زي طابقين وعليها 5 سم فرشة، ولا حرمات ولا بطانيات ولا مخدات ولا إشي. الحمام مفتوح الباب ما فيش فيه، ورقة توليت ما كانش فيه، صابونة ما أعطوناش. كان يجيبوا لنا أكل أول، تعرف أيامات يحطوا لنا صحن تحت الباب، صحن رز أبيض مسلوق فيش أي إشي تاني. كل 5 ناكل بصحن، ناكل بإيدنا طبعا، ما فيش ولا أي علقة ولا أي ولا أي شيء. فأنا بالفترة اللي قعدت بالعشر أيام 8 كيلو فقت من وزني. كل يوم كل يوم كل يوم كان الناس تيجي يضربوها مضروب، يجي ياخذوهن من الـ من الـ من الغرف يضربوهن، يرجعوا مطبشين. أيما أول ليلة ما قدرناش ننام على صوت الصياح والبكاء. كان في شباب حتى يقولون يتمسخروا عليه، يقولوا له قول عوي عوي، ما يعويش يضل ياكل قتل تيسير. بالاخر نسمعه يعوي، يعمل زي صوت العواء. كان يجي 16 شرطي مدججين بالاسلحه بشكل خيالي، واحنا زي المذلولين واقفين خايفين يعني تايبين، يفوتوا يعدوا 1 2 3 4 يعدوا 10 11 واحد ويطلعوا. حطوني بغرفة الحالة، غرفة رقم 4 اللي فيها كاميرات وتصوير وتسجيل صوت 24 ساعة. وكان فيها باب وشباك، والباب بقدر أشوف من خلالهم. يفوتوا بالليل اللي كانوا العدية، كنت أسمع يفوتوا يضربوا بالغرفة حدي. كنت شايف، أنا أطلع شايف الغرف المقابل من ناحية اليمين إلي، وواضح إلي شو كانوا يسووا. كانوا في ناس تنضرب تنضرب تنضرب، البزق على السجناء، الإهانات. باليوم 8 جابوا على الزنزان اللي حد المحاذر إلي الشخص اللي اسمه مرعي عبد الرحمن يمكن إذا مش غلطان. وطبعا هو كل وقت يقول يما موجوع يما موجوع، من شان الله جيبوا لي دكتور، ولا حدا لا حيا لمن تنادي. ضل مرعي يصيح لحد وجه الصبح، سكت كل الليل، ما نمتش أنا، لا أنا ولا نيني، والسجان رايح جاي كل خوا وسبنيعك ومسبات. وجه الصبح كانوا جايين يعملوا العدية، نادى قال له مرعي في، تعرف لازم نوقف احنا. قال له مرعي وقف وقف، ما وقفش مرعي، وقف وقف ما وقفش. شفت انا الشاب اللي كان غاد، اتصل في الكتسين الضابط، ايش الضابط يركض، فتحوا الباب، انا سمعهم يعني، انا شايفهم وسمعهم، فاتوا يخبطوا في اجريهم يعني، يخبطوا شلاليط بإجريه، سامع خبط في إجريه، يقول له قوم قوم يا حيوان قوم يا كلب. فهم إنه هو ما مش قايم، مش راح يقوم. المحل مسك الـ يعني الجهاز الاتصال، واتصل للدكتور قال له رفيت لقيع مياد عمتيك، دكتور تعال إسا بسرعة مع الشنطة. فيش أقل من 3 4 دقائق كان الطبيب مع مجموعة كاملة، إجت وإجوا فحصوه على المحل. صار فيه هدوء باللحظة. بالآخر إجا قال لي الدكتور قال لي خلاص إما لا صوت، فيش إشي نسويه. فواحد من الشباب اللي كان غاد قال لي نعوض بسلامتكم، وصاروا يضحكوا. الحقيقة أنا يعني واخدوه إجوا جابوه في كيس أسود زي كيس الزبالة، أخذوا